جنوب السودان النداء الأخير. جنوب السودان من أول ما حصل الاستقلال والانفصال عن جمهورية السودان وهم في أزمات مستمرة، ما شافوش يوم حلو تقريبا. مشاكل لا تنتهي في جنوب السودان، حرب أهلية، دماء في كل مكان. كان قبل كده ريك ماشار هو نائب رئيس جنوب السودان اللي هو الرئيس سيلفا كير. بعد كده حصل إقالة نائب الرئيس نتيجة أن الرئيس من قبيلة ونائب الرئيس من قبيلة، حصل صراع قبلي أدى إلى حرب أهلية في دولة جنوب السودان الشقيقة. هذه الحرب الأهلية كانت صعبة جدا جدا جدا. الحكومة بتقول أن عشرات الآلاف قتلوا، تقديرات بتقول 50,000 قتلوا، التايمز البريطانية بتقول 400,000 قتلوا، كلية لندن للصحة بتقول أكتر من 500,000 قتلوا. مش بس قتلوا اللي هم قتلوا في معارك، إنما كمان اللي ماتوا من الجوع والجفاف نتيجة الحرب الأهلية. يعني ممكن يكون الضحايا 500,000 من الذين ماتوا في جنوب السودان نتيجة الحرب. في كلام حوالي 200,000 قتلى نتيجة عمليات عسكرية، وممكن 300,000 ماتوا نتيجة الجوع والجفاف وباقي أحداث الحرب الأهلية في جنوب السودان. أخيرا في اتفاق سلام قد ينهي كل سلام، قد يكون اتفاق السلام الأخير. قعدوا في الخرطوم واتفقوا على اتفاق سلام، بعد كده قعدوا في إثيوبيا مضوا على اتفاق سلام. ريك ماشار نائب الرئيس بيقول ده اتفاق عظيم، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فنتمنى ألا يكمن الشيطان في تفاصيل الاتفاق. الاتفاق قايم على ايه؟ وقف اطلاق النار، وقايم كمان على تقسيم السلطه، وقايم على 36 شهر مرحله انتقاليه. الكل يتطلع الى السلام في دوله جنوب السودان الشقيقه، لان عدد كبير جدا من القتلى وفي مليون مشرد. ولما زرت قبل كده جنوب السودان مع وزير الخارجيه سامح شكري، ببص بقى من الاوتيل لقيت تحت على الارض طيارة مدمرة، فسألت قالوا ديت من نتائج أو من عمليات الحرب الأهلية. تلاقي طيارات على الأرض، وتلاقي بقايا دماء في كل مكان، وتلاقي دمار وخراب في كل حتة. فجنوب السودان اللي هي لسه ما بقالهاش كام سنة قضت معظم السنين في حرب ربما يكون عدد ضحاياها 500,000، وعدد المشردين منها أكثر من 1,000,000 جنوب سوداني. نتمنى أن يكون النداء الأخير للسلام في السودان هو النداء الأخير للسلام في جنوب السودان هو النداء الأخير حقا.